بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. الثالث والرابع المبتدأ والخبر لمرفوعاتين بشي أول فاعل بو بشي دوم نائب فاعل بو سيو شوار مبتدأ وخبر. مبتدأ بو يبيدل مبتدأ بو جهتي كوا لأول واقع دبت خبرش بو جهتي بيدل خبر شنك بقول عرب دلن محط فائدة، يعني لمبتدأ وخبر دا كفائدك بدز دي وحاصل به بمخاطبك ك بلين سكوتي لسرك وقناعتي بيبك محل فائدك شو في خبر واقع جاءوا شيء مش ادب الا شو به لدعوا بيت بلى. فالمبتدأ هو المجرد، هو المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه أو بشيك، شنك مبتدا دو بشا مبتدا اسمي من هي كسري حال اسم دا لاسم يدا مبتدا وصفش من هي أوش بشي دومي أو الصفة الواقعة بعد نفي أو استفهام رافعة لظاهر أو حكمه لسر بشكي أول فقط هل أون دادر واو هندي التوضيح حد دا بو بشي مبتداي وصفي بشي دومو دواي دي توسر مبتداي اسمي لكو دا حذف دا بيو تمسائلي كي بودتي بشو. أفرمي مبتدا هو مبتدا اسمي كمجرد لعوامل لفظي أوي عوامل لفظي بي بيوينيا وك حروف مشبهة بفعل لا ينفي جنس ما لا مشابه بليسا أرزي براي خوم كم أفعالي قلوب أفعالي ناقصة وهيش كامل لماني نابي بسر أوبي بلام أم تعريف كما أم تعريف كما دوشت هيك كليرا كان دا جماعة يك برك عامل من هن قدك إلا سر متلا خبر أو عاملانا عاملي لفظي هن بلام چونك تعلقنا بسن بهشتيك و كأن لم يكن تلقيك لن وكو چي وكو بي زائدة مثلا و تودلي بحسبك درهم بحسبك درهم يعني كافيك درهم بي لودا تعلق بهشتيك ونا بسن زائدة او هر متدا ما زيد بقائم مثلا لبدا كلمه ذات تصرف خبر اربعه لبدا باسم او بيتيا زائده جابر جار عامل زائده دسنسر مبتدا خبر چونك زائده تعلقنا باسم بهشتكوا قيدناك يا مثلا كل على لغه عقيل ده لعل زيد قائم زيد لبدا دروس اللفظة مجرورة بلان لمحلة مرفوعة بوتونك لعل بلاي أو لغة تشوك أبو جورة حرف جرة تعلق بشتك من أبست حال بكاك جان مطلب شكاك واقعا دبيا بيقوتايا لسلو كدلا مجرد عامل لفظية اسم 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 بي وكمجرد بي لعامل لفظية جاو مبتدا ومصنع إليه بي إما همانا اسم صريحة وكو زيد قائم بقية واسمانا كذبنا منتدى وهمانا لبعض كتابة كان أو تعريفة كامل ترى يا اسمي كذلا مؤول بباسم كلمة مؤول بباسم وكو مثلا للقرآن دا وأن تصوموا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم بلى يا ابنا فمن كان منكم مريضا او لا فعلت من يامين اخر وان تصوموا خير لكم وان تصوموا لبدا انا كا لغلصي لكي لتاويلي مفرد يا تاويلي مصدر دايا دبيت الصيامكم خير لكم اشهد هر متلا اسمي بلى ام اودو تيكي بيان نفرمو جام مبتدا اول كا
كمبتدا اسميه دبي مسند اليه بها مشى نسبتي خبري بو بدريت خبرك نسبه دريتي بو مبتداك لبشي دون ذاك مبتدا وصفيه او الصفه الواقعه يا مبتدا صفتك كواقع دبلدوان في استفهامه صفه بتي يلا ليه كلمه دا تعريفي صفه كي صفه او الله ما دل على حدث وصاحبه بكلمه يقدلن كهم حدث كي تدابك معنى فعلك هم انجام دري او حدث ايتيابه خاوني او حدث ايتيابه مثلا تقول لي بفرض تقول لي ذاهب يعني او كسك لحالي روشتن ده دروا مثلا تقول لي شارب او كسك لحالي خوانا شد اخواته مثلا تقول لي ناصر او كسك هاي ارمتي ده خدي نصرك حدثك معنى مستريك لقل ذاتك كصاحب نصرك وليك كلمة يكون بودلنجي صفة هر كلمة معنى مستريك كحدثة لقل أنجام دري أو حدثة تياك ودبواني بيدلنجي صفة جاء صفة مبتدا وصفي صفتك أبو وصفك عرزم كردي كواقع دبي لدوان نفي ولا دي استفهامه چونك اسم فاعل حتما دبي اعتماد داتا سريتش لو تنشتانا يك يا مبتدا ابلم يا استفهام يا نفي يا ذي الحال يا موصوف يا مبتدا اجك البته لدا فقط هذا امدي قلتون نفي استفهام كحال وابع وصفة رافعة لظاهر أو حكمه رفع أبدا باسم ظاهر واتين الزميل تلا مستطير نبي أعوى قضيك الزميل تلا مستطير نبي رفع أبدا باسم ظاهر أو حكمه يا رفع أبدا باشتيك كاسم ظاهر نيا بلام لحكم ظاهر دا جاربوا اسم ظاهر آها مثال من بخوی بوده نتوانی لخوایرشو بلان پیش روی بگینه و مثال که دلین علی اقائمون الزیدانی همزه کمزه استفهامه محلی که لعراب نیا قائمون وصفه یعنی مبتدای وصفیه وایا الزیدانی فعالکت حاطر فی با الفا صدی مصدی خبر چون که ام وصفه بمعنی فعلا ايتر لازم ناكا وكو باري مسند مسنده بو بيسي في الشواء فقط فاعلك مبتداك بنيازك لجي لخبرك هذي نيازه بويني كبلين خبري ببيت يا اقرف ابدا بو اسمك حكم زاهلي بوكوتي وكو زميري منفصل مثلا القرآن دا لصوري مريم دا همانا وقت حزت ابراهيم عليه السلام لقلبه وشي قصدك باو جان آوابك شوار يا أبتي تدا يا أبتي مثلا لما تعبد بوجوريا ما لا يغني عنك مثلا عرزي زناب الدكم يا أبتي لا تعبد الشيطان مثلا يا أبتي إني أخاف أن يمسك هذا الرحمن دواي جواب أشد الله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أراغب همزة كمزة استفهامة راغب مبتدا وصفية أنت محل مرفوع فعليك سالم سالي خبركيتي لحكم اسم ظاهر دا ضميرة يعني أوك لو جيتوك استقلالها أخذ ضمير الأصل عادة همشتها وابس بملاولا بلان ضميري منفصل وانية ضميري منفصل نوعك استقلال وسربخوئها كنيازي بملاولانية دقيقا حكم اسم ظاهرية لجهتي استقلالها جاء أو وصفة دبي زميلتي يا مستتير نبي يا اسمك زاهد مرفوع كأو مبتدا وصفية يا اسم زميلي كوال حكمي اسم زاهد دائما مرفوعك أما أوكاكي جاء عرزي براي برغزي خوم كم فإن طابقت مفردا فوتشاني أجر مبتداك مطابقي كر يعني أو صفتها بمقصد صفتها كطابقة بصفة كر أو صفتها واقعة لدواء نفي استفهامه اسمك مرفوع كردو أو مفردة اسم مفردة واقع بلدواء مطابق بمبوية كتري ففيه وشاني بلين فوشاني دو وشي تلا
وجه يوي الصفة كم مبتدا به وكو أقائم زيد قائم مطابقي كدوا لقل اسم زيارك دوا خوي دكري دو سببه بلين قائم مبتدا وصفيه وزيد فعلك الصادي مصدي خبرك يتي ودكري بلا قائم خبره وبيش كوتوا زي مبتدا دوا خوي أقل حر هم صفتك مفرد بو هم اسم زائرك بلين مفرد بو أو صورتك أو دو صورتك تيايا وكو زيدون قائم أما عرضنا بدك مثال بو مبتداي سر ومبتداي اسمي كزيد مسند إليها قائم مسند مجرد لعامل لفظية ويكاك جن وأقائم يا وما قائم الزيداني أو مثال بو استفهام ما ويا أقائم الزيداني أما صفة زيداني فاعل كيتي أو لدوا استفهام شو واقع بو يا ما قائم الزيداني لدوا نفي واقع بو الزيداني فاعل كيتي صادي مصدتي خبر كيتي يا أقائم الزيدون يا ما قائم الزيدون دقيقة موتي كاك جان بوك مطابقي كدوا ويا مثال كان حال بخو مطابقي كدوا أقائم زيدون قائم ذكر مبتدا وزيد فاعل صار خبر كيبي يا ذكر خبر بيش قال زيد مبتدا كيبي دو كيبي يا ما قائم زيد هل شهر بوجور فرقناك شل دو انا في بتل دو استفهام وبه دقيقا ذكر هل بوجور بفرقناك يا مبتدا لا بيش هو بفاعل كيبي او كي يا ام خبر بيش قال بيو اسم زيدك مبتدا كيبي لدو او اوكي كجن عرزي براي برزي خوم كم يتهر او اندلي ردا كافي انا امشتي كي زورت لا ام بحصه مسائل كي تدا قضيه كي تدا بلان ظاهرا جاري امنده بس بلي كندا اما زياتر توضيح زياتر ندي وابلان بمندك تايب يدين ام تيكان جالسين سر بحصه كي كايش كاوا ام مبتدا وصفك ارزم كدي بين يصل خبر شو كلام انا في الدا مثلا اضارب بلين زيد يعني اضرب زيد أو يا مثلا واقعا فعلش نبت مسندا إليه خبر إلى نادر واقع بس أو مرفوع كهيتي بنيازي كالتي لخبرك أما قصي آخر وقد يذكر المبتدأ بدون الخبر خبري بريجار أما هميشين يا بريجار مبتدأ ذكر ذكري بذكر خبر بذكر يعني واجب لم تنشوين ذاك أم بمثال هي نابتي جلية واجب مبتدا ببيت واجب خبر محذوف بيت دادي قد كان نحو كل رجل وضيعته وضربي زيدا قائما وأكثر شرب السويق ملتوتا ولولا علي عليه السلام لهلك عمر حتى سري بابي ديبا غلطي كرت بو مثالي ولا عمرك لأقومن أغجن أم بياوا كارمان بوني كمان أغي شيخي بهاي الشيعيك بو لدوراني أولي صفوية داب بو لو دوراني كظلم زور زور بالنسبة للسنة وكراوا بلام أم بياوا بيا ملاي دربار بو لا جمل جبل عامل لبنان وهناوي أنا بو إيران بو تعليمي أو بيتشو ملا شيعانا كتازخل كان لك الدشيعة هيش كان نتزاني أم بياوا بيكي باصاد بو قد عن لبواري علمي عربي وأقدر بو لما إشكال إجني لو ده جاء أمس ما دي شيء كانوا سوى هر ظاهرا لو صاروا حدا إنه سويتي بل أنا ما كربان بونية كشيعية شيعانية إما لبواري علمية تبي قصي أما نداري ما ببي الحق وإنسان أم تبي كتبي كي جورية تبي كي فوق العادة بارز إيش لبواري قواعد علمي عليك السلام ورحمة الله وبركاته لبواري قواعد علمي عربي هو أم بياوا تقريبا دون فر تأثير أن زورت يا كريشان سويتي خوا درجات اللي كده مش ابن هشام ابن مالك عادتك هي لألفية مشهوري خويدا يقدانا مطلبي جورا لمثالك بعندك إشار أصلا مقاعدة كناك أم بياوش أو روي ابن مالك هي يعني بالرجال مثال ذكر دكا لمثالك بدل ضلة أم مثال مربوطة بقاعدة أصلاً ذكر قاعدة جناك مثلاً بونمونا أرزي جناب الدكم لسيوتي دائما اشتوى بلام لألفية دا زور اشتوى من هي حال لازم نبي بيحد اشتوى من هي أما لا بلاي تيبه دلان دا لألفية دا
أو لا أكثري بابا كان دا اشتيوا معنا أم جاو كاري كلو الله خبر واجب حسب لم تنشون دا يك كل رجل وضيعته مبتدا لدواتي واقع بكاك جن لدواي معيته ألبت بيني وبين الله من لم اشتدا مشكلة هي لم بحث دا يعني أم بحثا چونك ابن الناظم كري قوري ابن مالك شرحي كي بسأل في بوكيو هي أفرمي أم واوي بمنا معايا هر أو واوي كوا اسمي لدعا منصوب دبي إتو تشونا ليو دا اسمي لدعا منصوب دبي واللي رجدا دبي تعاطف ومعيتي تدايا توزشتا كم بوهزم نابي اشتهايا كم هي لزيهن دا بلان ناتوان مقناعات بخون كم بوشتانيا بهر حال بلان قاعدة علمي كيويا مبتدا لدوا واوي كوكا بمعنى مع ابو واقع بو عرزي زنا بدا كم خبرك كي محذوف وكو دلي كل رجل وضيعته ضيعت بمعنى حرفية بيشايا هار بياويكو بيشاكي بيشي او بياوا يعني تي مقروناني يا مقترناني دقيقا مثال ازاني كاكبوتيا يعني اما مسألة بشوخي جاء وأك مثلاً مع أهل كردية هذا الذي الله هر شغله بوش بوكسي شتيش آه تقريباً أول منظوري أول إسه مقروناني لي ردا عزيزنا بدكم خبره ومحزوفة تيج واجبي أكاكوا عزيزنا بدكم كوا محزوف بأواوا شنك أواوا بيانجري معيته ديل معيته كذا خبرك تيا بقول نهفتيو لنا معيتك داهية هار بياويك لقل بيشكي يعني تي برابر يعني هار بيشيك وهار كارك وبياي خوي تالتي لواوك دا معنى معيتك دي وقت واوك أو كاردك إتي تازز إني أزمان بخبر نابت أو مثال دوم وضربي زيدا قائما ليداني من لزيد جا قائما كاك جان حالا دكري حال بي لي متكلم يعني من ببيو مكلم دا يا دكري حال بي لمفعول مفعول ببيو وفرقناك وهر كامي كان بيزا مخشري خواه روحي شادك ودرجاتي عالي وقورك أفر مدرستا أما مثال بو چي مثال بو قاعديك ككاكا مبتداما مصدر بيت لآخر يكيو حالك واقع ببيك كنكري ببيت خبر لتي لو مبتدا حالك واقع بك كنا جون جاب بيت خبر بو مبتدا بو مثلا ضرب مصدر مبتداش الضرب كمبتدا ضل محل مفهوم مبتدا بو شوك اذا فكره برو فاعلك كتك متكلم افرين اغجان زيدن شتي مفعولكيتي خبر لنا محذوفه بو محذوفه چونك قائما كحالا ناكل اسناد ذرب ولا ضرب بو چونك حال دي قد فرمو حال خبر بنوعك امانه وصف صفته لواقع ده ايا ذاتي لدان متصف ده بقيامه ونا ناكل چونك خو اسم زادنيا برق اسمي معنا بله دبنا مسند إليه بلان واقعا أم نابت چونك خودي ضرب خاوني ضربكيا كدكري المتصف ببوا يا أوي ضربكي بي متعلق تعلق بي بسو كده بتنفل أو دكري قائم بي إنا ناكري پس ليرا دا حالك ما ناقونجي إنا نا لبعض شوينك دا اگر حالك ما انبو أو حالك دا قنجا السلام عليكم كاتو. وان بخير سرتشاق. حالك مانبو دكراب بيت خبر أو واجبني خبر حذف كي. مثالك ضربي زيدا شديد. دكراب لي شديدا حال بيت. بلان شديد حالك دكراب بيت خبر بو شديد. چونك الليدان متصف دبي بشدته بخفته بزوره بكمه بلام ليردا دي قد فرمي قيام حالتك كنات وانا ببيت خبر بوتي
بو متداك كضربه كمسره بس نتيجه دقرين كسبكين كاكا الين كاكا جن لم صوره داكا ابو مبتدا هيا بلام خبر واجب حذف به خبرك دبيت تجي دبيت حاصل مثالك اواي اصلك ضربي زيدا حاصل جا ذكر بلا اذا كان قائما يا اذا كان قائما كاذا بمرحله او بو استقباله كاذ بدك لي بوشبيب وماضيبه ضربي زيدا حاصل اذا كان قائما لداني من بو زيد بو حاصل بو او كاتيك وزيد ببيو يا ببيو دبيت قدك كاكا رحمه الله او اوت جا كان لي ذا كان تامه وكان ناقصين للتكنيك او قيدش من هي لا تقدير كيده او يا صورتي شكا مبتدا كمان مستر نبي اها بلكو مبتدا كمان اضافه كلا بيبرو مستر اما صورتي دوميتي هر وقت هو لا الفيدا بيك صورة داندنه لسيوتي داك شرحية كاسيوتي بلا أم جيك دو تانه أمي أوليان مبتدا كمان مصدر بو أما أنا مبتدا إضافة دك لبرو مصدر هو كوتي أكثر شرب السويقة ملتوتا أكثر مبتدا إضافة كلابرو الشرب كمصدر قدك كاكا كناكريا مثلا ملتوتا ببيت خبر لي ويا كاكا پس دلیل ایجاد چیه؟ سویق با هر حال لعربی ده دل با آردی گنم یا جو دلن کزوز و نرم به بهیالک به اجرای بتوانی جام ملتوت کرونی تی کلاوکی یا آیو تی کلاوکی شده چی آوی لیب کی او پیلن یعنی اکثر شرب سویق حاصل اذا کان ملتوتان او ریده چیه مدده چیه هیو بلا خبر چیه حذف کلاو او صورة يشكا أوي كاك كمبتدا لدواء لولاي امتناعية وتيا قراري قربي حالي بوكا مبتدا لدواء لولاي امتناعية وتيا قراري قربي حركات مبتدا لولاي امتناعية قراري قربو واجب خبرك تبي محذوف به بو شونك جوابك لولا دبيت الصادي مصدي خبرك أم حالاش كليرة داخل من ضربي زيدا قائما أم قائما دبيت الصادي مصدي خبرك مثلا دلي لولا زيد لهلك عمر مثال ما أوديني نواني جل لولا زيد لهلك عمر لدواء لولا دلي كتمان حرف امتناع بو چونك وجودي شيئك هيا استي عمر بو لبيناتي چونك وجودي شيئ هيا بس عدمي هلاكة عمر وابسته بوجودي تي أمر أو ممتنعة امتناعي حاصل جهل يرداء أمل أصلاب لين لولا علي لولا زيد موجودون مثلا حال يرزم نبي لولا زيد موجودون جهل يرداء لهلك أو جوابكي أم جملة جملة فعلية أو جملة فعلية بوتجي بوتجواب ولولا داتو تجي جيغي خبركي صادي مصادي خبركي تي أما مثال بو قاعدة بو مثال إيش كبو قاعدة آخر أويا دلية ولا عمرك لأقومن جل يا مبتدا كمان قسمي صريح بي أما كلا قتني داش أزاهنا خير ما مبتدا كمان صريح بي لقسم ده تو دلية لعمرك تي لأقومن أي رحمة إخوان اللي لعمرك تي لأقومن إيستين إيرا كان دا عمر كلميك كصريحة لقسم ده لعمرك جادي قد كجملة جملة كجوابي قسم لا أقوم أني صادي مصدي خبرك بلان خبرك ما أنتيا يميني يا قسمي لعمرك يميني لا أقوم أنا آوايا لأصل الله خبرك محذوفة بلان أو جملة كدبة جوابي قسمك أرزي زناب الدكم چی پیادالن دبیت صادی مصدی خبر که وبویش حذف دکره چون که بقرینی سوند که علزانی که خبر محذوفه و ضمناً قسمش کاربردیه یعنی استعمالی زوره
كاربودي استعمالي زورة أو استعمال زوري إجازي برك تخفيفي بيدا نوع تخفيفي بيدا أو قصة آخر لم زمينها كما وتواني أو يا أفرمي ولا يكون نكرة إلا مع الفائدة أغا مبتدا نكرة نابد أصلا مبتدا في معرفة بيد شونك تو حكمي بسر دعدكي محكوم عليه دبي معرفة به مشا خبر دبي نكيرة ببو شونك لخبرك كديدي بطرف اگر مخاطبت خبرك بزاني هج جذابيتي كتامو چه جيكي تياني بوي بلام اگر خبرك نزاني لذتي كتابتي هي بوي پس دبي خبر وابي ابي مجهول به نكيرة ببو سامع وايا افرمي ولا يكون نكرة الا مع الفائدة قرار نية مبتدا نكيرة به اگر ببه أبي فائدة كي لقال ضابط جادك لي فائدة كلا خدمة عارس كم برا العلماء كقصان كردوا دي أمبلا وبري كي زوريان كردوا تواوي أو شناني كمبتدا دبيت خبر معذرت معذرة تواوي أو شناني كمبتدا بنكي لواقع دبي يك دو سي چوار پنز روشتون تا چلو شتيق روشتون جا زبتي أم چلو أو اندشوينو كوكنو أم براسي سختة بلان برع علماء كأهلي تحقيق من تيه فكراون فرمينا آغا تواوي أو تلو أو اندشوين ايا لدوري دوق دوشتي أصلي دور دادن يعني أم دوشتبونا محور يكيا مبتدا يك نكيرا بدتوانا ببتن مبتدا اسمي كي نكيرا دتوانا ببتن مبتدا كنوعك تخصيصي بحاصل بوبي نوع تخصيصي بحاصل بوبي أما يك بإضافة بي بصفات بي لتقدير دابي للفز دابي أما يك ودواتريش بنوعك مبتداك صورتي عموميتي ببي مثلا صورتي عموميات جا هر كاتيك كمبتدا صورتي عموميتي بو كل اقنو دادا خيون من بلين نكيرا لسياقي نفيدا اها جاري ويا مفيدي عامة عموما جو ليك اكي جان يني تواوشتك لدوري ودو دقراتو جا لشرح ابن عقيل دا بريكي زوري لو شتانا ذكر كدون ابن عقيل خوالي رازي بيخو اتر لركانج دا بيما بيبز بيو چون كسر بحثي تازه.